هذا الشكل النهائي للمكرونة بشاميل. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف خليتها شوية حنا بطحها. بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا لسه سخنة. شوفوا ما شاء الله. السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هسه مع كورنيه بشاميل. اول شيء احضر حمصة الدجاج. عندي هنا دجاج جزور غسلته بماي وملح وخل وبعدين قطعته، وعندي بصل وعندي فلفل احمر واخضر المتوفر عندكم او اللي انتم تحبونه، عندي ثوم وعندي ملح وبهار مشكله وفلفل اسود. يلا نقول بسم الله. حطيت هنا زيت، اول شيء انزل البصل. شوفوا الحين البصل بدي ياخذ معي لون. الحين بنزل الثوم. بسم الله. اظن بدي اجيبها بس طريقة الثوم. بنزل الدجاج. بسم الله. بعدين بخلطها مع البصل والثوم لمدة 3 دقائق. بعد 3 دقائق بوريكم الثقة بالعالي. بعد ما ثلاث دقائق خليك 3 دقائق مع البصل والثوم. خلينا ننزل عليه البهار المشكل من بعد ما رحنا. الفلفل الاسود والملح واقلب. بعدين بننزل الفلفل. بسم الله. وأقلبه وهدي يعني النار. خليها النار شوية يعني أنا خليها وسط أو أقل من وسط شوية وخليه لما يستوي. طبعا ما تطول الدجاج استوى على ما يستوي الدجاج. أنا حضرت خلطة البشاميل وشربت المكرونة. شو مثل ما تبارك الرحمن النار. شوف استوى عندي الدجاج. والحين حطيت الماء وحطيت المكرونه صدقه بس فقط حطيت ملح على محضر البشاميل. بسم الله. عندي هنا اليوم استخدمت حليب سائل. تقدرون تستخدمون حليب سائل او حليب بودره حسب المتوفر عندكم. البودره كل كوب مويه عادي 3 ملاعق حليب بودره. انا احط شوي زيت بس واحط الزبده. طبعا كل ملعقه زبده عليها ملعقه طحين. بسم الله. احضر البشاميل. انا عندي هنا الحليب يمكن حول اللتر يكفي الصينيه حقتي. طبعا انتم على حسب الصينيه. انا الصينيه عندي كبيره يعني تشيل كيسين مكرونه. خلي بس تذوب الزبده. شوف خلصت عندي المكرونه وصفيتها. وهنا جابت عندي الزبدة. بسم الله. انا ضربت طحين زي ما تضرب كل ملعقة زبدة عليها ملعقة طحين. طبعا انا نزل كده يعني للنظر. هنا قلب. بسم الله.
في الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. وافضل اقلب فيه عشان يتكتل معي. بالنسبة للصوص البشاميل، لو يعني ضفتي المكونات كلها وقمتي تقلبين 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 وجلست معاكي فترة طويلة وشفتيه مازال خفيف، خدي شوية طحين في بقدة صغيرة أو في كاس وحطي عليهم شوية موية وذوبيهم وزدي عليهم يتقل معك عشان القوام. نقلب ما اتركه وحتى نحن رشه ملح فلفل اسود ورشه ملح وبرضه اقلب فيه لما يصير عندي قوام اوريكم قوام اخر شيء، بس عشان ما ابغى اكثر عليكم فيديوهات يعني افضل يدي شغاله فيه احرك لما اوصل للقوام اللي انا ابغاه. طبعا جهزت الصينيه دهنتها زيت عشان يصير عندي جاهزه، وعندي هنا جبنه موتزاريلا وانا استخدم برضو معاها جبنة سايل. احنا وريكم الطريقة. شو بدي يجي معاي القوام. شوفوا ما شاء الله، بس دقيقتين كده وطفي عليه النار خلاص واخرج النار عشان ما يدي نار زيادة. خلاص شوفوا هذا القوام المطلوب، خلاص كده هطفي عليه النار. شو ما يخلص البشاميل تخرونه على النار. انا عندي المكرونه بسم الله الرحمن الرحيم احط نصها بس بسم الله. واخذ نص البشاميل بسم الله. انا بوريكم القوام بسم الله الرحمن الرحيم. احط نصه واحط عليها جبن سايل بسم الله واقلب الحين. زيد عليها شوية صوص بسم الله. أقلبها زين يعني خلي كل المكرونة تتشبع بالصوص. خلي أجيب الصينية. شوف أنا عندي محضر هنا الصينية ودهنتها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتم خميها على حسب افراد الاسره اللي عندكم، يعني مو شرط تستخدم كاسين. لاني خليتها بعد ما استوت طفيت عليها النار وخليتها بردت ورحت سويت لي قهوة عشان كده بردت، بس مشكلة وبرضه احسن.
قصدي احنا المكرونه، والمكرونه يسوي نفس الطريقه هذه. شوفي خلاص انا وزعت الحشوه في الصينيه وحطيت المكرونه، الحين هنزل عليها الصوص الباقي. بسم الله الصوص البشاميل، شوفوا شلون القوام ما شاء الله واضح عندكم. طبعا هذا اختياري، لو بيسهمكم ما تحطون، لكن انا عيالي يحبونها كده. أهم شيء إنكم تخلطونها زين. هنزل باقي هنا على الصينية وزرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرتب الصينية. طيب خليكم بعد أوريكم خطوة آخر خطوة. قبل ما أدخلها الفرن. شوف خلاص رتبت الصينية، راح نحط الجبن والموتزاريلا. طبعا شغل الفرن قبله بعشر دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. شغل عليها أول شيء تحت وبعدين فوق تتحمر. إذا طلعتها نبي لكم الشكل النهائي. شوفوا الحين ما شاء الله توني طلعتها من الفرن، بس اخليها شويه. اول ما تطلعونها من الفرن اضغطونها، خلوها شويه بعدين اقطعها واوريكم هذا الشكل النهائي.